خلاص تعال على كيفك، جيبها وعب اوراقك. ايش بيك؟ انا قالوا علي قنقينه بس ما صدقت، صار لك 4 ساعات تقلب معاملتي. ايه حبيبي، انا حبيبك طبعا. ليش هو الحبيب شي يجي من وراه غير شلعان القلب وشلت الحال والعذاب؟ صحيح. قلت لي تريد تغير اسمك مو؟ نعم استاذ. بس اسمك شو؟ لا معيب ولا غريب ولا يسبب لك مشاكل، ليش تريد تغير؟ احمد. احمد شبي احمد استاذ؟ يعني اولا بكيفي. تدري صديق كيفك. ثانيا بالقانون شو يقول؟ صح القانون شو يقول؟ شو يقول؟ اذا كان اسم الشهره اشهر من الاسم الحقيقي يحق لك. صح. شو يقول؟ يحق لك لك ان تغير اسمك الحقيقي الى اسم الشهره. والله صح، قنعتني وهسه وقع لك ويتغير اسمك. اسمك الجديد شنو تريده بمكان احمد؟ هو راح يعجبك. اكيد يعجبك. جدا يعجبك. تكون احلى من احمد؟ طبعا كلش هواي. شنطوط. نعم شنطوط. طوط طوط شنطوط. شنطوط زين. بس غريب، انا لا اعرف انه شنطوط يجي يغير اسمه ويسمي احمد، مو احمد يجي يغير اسمه ويسمي شنطوط. هاي شو واقف استاذ؟ يعني هو شنطوط حلو. حلو والله. شنو معنى اسم شنطوط استاذ؟ هو ما له معنى. ما له معنى. بس انا من الصغر صحوا لي شنطوط، وبعدين يعني احمد شاب احمد مسوي لي مشاكل. شو مسوي لك مشاكل استاذ بحياتي؟ وين استاذ؟ بالمعاملات، تشابه اسماء دائما استاذ، بالمطارات، بالمدرسه، حتى هذا اللي بصف استاذ اسمه احمد شاب احمد، المعلمه هو وقع المعلمه تجي تقتلني. الله يغير. تقول هيك يا عيني من البدايه جاي تغير اسمك على مود تفلت من تشابه الاسماء. لا 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 استاذ، يعني لا 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 اي 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 لا افتهم. لا تفلت من تشابه الاسماء. لا 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 المحاكم. لا استاذ. والمصارف. لا لا استاذ اغيره وبس، هاي خلص يعني. بس ولا يهمك، هاي رغبه المواطن. يدي غير اسمه يغير اسمه. اي استاذ. بس غيرت نفس طلباتي بالاول. شو انت قاعد وساكت استاذ؟ مو هاني قلت خاف يعني من البدايه من... لا 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 لازم تغير. طبعا غبي حالك حال باقي المواطنين، راح يمدون ايدهم على جيوبهم وينطوني فلوس، وانا الفلوس مو من طلباتي، لانه انا انسان نظيف ونزيه وشريف وشكو مراجع. اقول لي نفذ طلباتي مديدة على جيبه. ما فاهميني، انا شريف بس قنقينه. قنقينه وادقق زايد. رجع فلوسك بجيبه. رجع شنو طلباتك؟ اسمع طلباتي اللاصت. اولا تجيب لي كل الضباط مال الداخليه والدفاع اللي بالعراق كله، وياهم ضباط المخابرات والاستخبارات والأمن الوطني على الواهس، يقعدون قدامي ويباعون بوراقك ويدققون بوراقك ويدقون اسمك بالحاسبة ويقولون أحمد أو شنطوط أو ما أعرف شنو اسمك، ما عدنا وياشي. ها؟ نعم. هذا رقم واحد. رقم اثنين، تروح تجيب لي العشائر الكريمة كل هاللي بالعراق بشيوخ العامين، يقعدون هنا ويباعون بوجهك ويخابرون عمامك ويقولون أحمد أو شنطوط أو whatever ما عدنا مشكلة وياه والولد رايته بيضة. لا بربك. وراها تجيب لي شكو بنية بالعراق عمرها بقد عمرك، تقعد هنا وتباع بوجهك وتفتش بتليفونك وتقول أحمد ما موعدني بالزواج ولا طافر ولا مبتزني بصور. استاذ هو وينك واحد ينطي اسمه الحقيقي لبنية؟ والله صحيح. والله صحيح. تدري مستحيل اكو واحد ينطي. وينك خصوصا انت؟ انا شو تقولها؟ شنطوط. شنطوط. قبل تسمع شنطوط طوط طوط شنطوط ما له علاقة. تجيب شكو بنية بعمرك او لا؟ والله تجيب اللي بعمرك واللي اكبر منك. يجوز انت من ذول الولد اللي يحبون البنات يكونون اكبر منهم شويه. يعني صحيح هاي النقطه، يعني طبعا هاي النقطه صحيحه. كثرانين انتم هالايام اللي تحبون البنات اكبر. عموما وراح تجيب لي ابو الاسواق وابو النت وابو المولده على الواهس، يقعدون هنا ويفتشون بدفاترهم ويقولون احمد او شنطوط او ما اعرف شنو اسمك، ما نطلبه ولا درهم. هو انا بطلت غير اسمي. كمل. عشت ايدك بس لازم تعرف الطلبات. وراها تجيب لي شكو ولد بعمرك بالمنطقه
او يلعب وياك خماسي او موظف وياك بالدائره، كل الموظفين اللي وياك بالدائره تجيبهم وتجيبهم عجايز المنطقه. خاف طاب سلفه ومستلمها اول واحد وشنطوطش بيه طافر طافر من السلفه، يجون يفتشون على اسمك تقولهم مو انا، تجيبهم يقعدون هنا يقول ما طاب ويانا سلفه وداعتك. هذا القلم راح ينزل عن معامله وبحياته هذا القلم ما نزل عن معامله. شوف استاذ، نعم. اولا اني اشكرك حبيبي، ثانيا احب اقول لك شغله واحده، انت شنطوط. لا انت شنطوط. لا انت شنطوط، شنطوط القنقينه، وهاي المعامله خذها لك استاذ. لا تعال خذها، اريدها على الاقل الهويه، تعال خذها. الله، ماي بارد على قلبي من ارجع المراجع وهو ما مكمل معاملته. الو عيني دائره المخابرات، اكو واحد اجى يغير اسمه، الظاهر مسوي له مشكله ويريد يطفر. ثانيتين وتكون بطاقته الوطنيه عندك على الواتساب. شكرا حبيبي، مع السلامه. شنطوط.